ابتهاج واحتفال بعيد الفطر المبارك بمحافظة مأرب، فملامح الفرحة ترتسم على المدينة وساكنيها، وهي فرحة في ظل التصعيد الحوثي ضد المدينة والمدنيين وقصفها المتواصل للأحياء السكنية. وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح قال إن وجود قيادات الدولة بين أبناء الشعب اليمني هو أقل واجب أمام تضحيات الأبطال الذين يقدمون دماءهم رخيصة في سبيل استعادة الدولة. كل عام وانتم بخير، ونعيد على كل، وكان لابد من الحضور للمدينة وتفقد المستشفيات والمراكز الصحية، وهذا أقل جهد ممكن نقدمه أمام الأبطال الذي يقفوا في الخنادق والذي يبذلوا دماءهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الجمهورية وعن الدولة. وإن شاء الله نسأل الله في هذا اليوم أن يمدهم بالنصر والتمكين، ونحن ما نقدم إلا أبسط الجهود التي لا تساوي شيئا أمام ما يقدمه الرجال في الخنادق. وكما الحمد لله المدينة تنعم بالأمن والسلام. صلاة العيد التي أقيمت في مساجد المدينة شهدت حضورا كبيرا من المواطنين وقيادات سياسية وأمنية، وهو تأكيد أن مأرب مدينة السلام والصمود وتمتلئ بالحياة ويبتهج ساكنوها بفرحتهم. المواطنون هنا يحاولون أن يخلقون أجواء عيد خاصة بهم باعتبارهم أغلبيتهم نازحين بعيدين عن أهلهم، بعيدين عن بيوتهم، عن منازلهم، ومع ذلك يحاولون أن يخلقون أجواء عيد خاصة بهم. مأرب هي ملاذنا الأخير وسنصنع منها فرحة مهما كان. مأرب التي تحتضن مئات الآلاف من اليمنيين الذين هجرتهم الميليشيا الحوثية من قراهم ومنازلهم، يقضون حياة ملؤها الهدوء والسكينة ويسودها الأمن والاستقرار، وهو أمر يؤكد أن مأرب ستظل ملجأ اليمنيين الفارين من جحيم الميليشيا الحوثية ووجهة الأحرار. مناسبة عيدية جديدة وفرحة كبيرة في أوساط المواطنين، حيث يقضون أوقاتهم في أجواء فرائحية بهيجة. خليل المليكي، سهيل، مأرب.